مين في جوا؟ أخي الكريم، النظام ما زال منذ أكثر من 8 أشهر يحاول التقدم على الجبهات الشرقية للغوطة الشرقية. الحمد لله المجاهدون صامدون على الجبهات رغم كثافة القصف، الصواريخ الأرض، صواريخ الفيل، الصواريخ المدفعية والصواريخ العنقودية، حتى أنه استخدم الغازات السامة غاز الكلور أكثر من مرة. وتم تكبيد النظام خسائر مادية كثيرة الحمد لله في العدد والعدة والأرواح، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة أنه للهدن أو ما شابه ذلك من هذا الأمر، فالنظام لا عهد له ولا ذمة، يعني مهما قالوا بهدن في أي مؤتمر كان أو على تحت أي وصاية روسية إيرانية تركية أيا كانوا، فلا يوجد هدنة. على أرض الواقع معارك موجودة مشتعلة منذ أكثر من 8 أشهر على الجبهات الشرقية والغوطة الشرقية. يحاول النظام التقدم وتضييق الخناق على الغوطة أكثر وعلى أهلها المحاصرين وعلى المجاهدين، الحمد لله يقومون بصدهم بشكل يومي وتكبيدهم خسائر في العدد والعدة والأرواح الحمد لله.